حدثني جبل الشيخ عن سر عشقه لمجد السماء، وعلمتني شمس حرمون كيف أشق الدرب إلى مدن النهار، وأخبرتني قصائد الحياة عن أميرة الشعر، تلك الفراشة النابضة بأناقة الحياة، أعني سونيا عامر، التي ولدت في بيت جنوبي يخفق بالحب والأمل في خلوات الكفير، جارت جبل حرمون والمتكئة على كتف المجد في جوار حاصبية، عاشت طفولتها في بيت حافل بالقيم الإنسانية النبيلة، ودرست في مدارس الجبل حتى الشهادة الثانوية، ومن ثم انتقلت لدراسة الحقوق في الجامعة اللبنانية في مدينة زحل البقاعية، وبدأت مشروعها الخاص في تصميم شنط الجلد الطبيعية التي حازت على رضا العديد من النساء المهتمات في المجتمع. ثم تزوجت السيد منير عامر وانتقلت إلى الكويت وأكملت دراستها ونالت الماجستير في إدارة الأعمال. الأديبة سونيا عامر فراشة الشعر والربيع والقصص، منذ نعومة أظافرها أبدعت في مجال الكتابات، فمنذ أن كانت تلميذة على مقاعد الدراسة كانت تهتم بهذه الأمور وتلقى تشجيع معلميها، ولكنها بدأت كتابتها الفعلية متأخرة، ذلك بعد توفر وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وقد أصدرت لغاية الآن 8 كتب ثم نشرها عبر العديد من دور النشر في العالم العربي، كتابين في الشعر وكتابين في الأدب، وأربع كتب تحوي روايات بمواضيع حياتية ووجدانية مختلفة. كتابتي هو كتابها الأول في الشعر، وقد صدر في العام 2012، هو كتاب حافل بالكثير من المواضيع الوجدانية، وقد أخذ صدى كبيرا في الوسط الأدبي والإعلامي. كتابها الثاني بعنوان وقصص أخرى، وهو يتضمن أدبا وفلسفة ووجدانيات، وقد حاز هذا الكتاب المرتبة الأولى في فئة الأدب في معرض الكتاب الدولي في بيروت بالعام 2012. كتابها الثالث هو رواية بعنوان بطن الحوت، وهي رواية خيالية وشيقة جدا تحوي تصور الناس حول الجنة، نشرت أيضا في سنغافورة باللغة الإنجليزية بالعام 2016، وتمت إعادة نشرها في نفس دار النشر باللغة الإنجليزية بالعام 2019. الرواية الثانية هي إن وأخواتها وحروف النصب، وهذه الرواية تحاكي حقوق المرأة وهمومها الاجتماعية والحياتية في لبنان خاصة والعالم العربي بشكل عام. كتاب عصفور الجنة هو ديوان شعر فلسفي، كتاب قاب قوسين، وقد أهدته لوالدها، وهو يحاكي واقع الحياة في قرى حرمون ويطرح أفكارا حول تحسين ذلك الواقع. كتاب صبي علمة، ويتحدث عن الحرب في سوريا وعن حياة السوريات ومعاناتهن مع الحياة في مخيمات الشتات. كتاب الناصع القاني، وهو كتاب فلسفي صدر في العام 2018 ويحتوي على شعر وفلسفة وأدب. وبعد، أيتها الفراشة الربيعية الآتية من مجد لبنان إلى ميادين العز في كويت الكرامة، ما أجملك تنسكبين شلالا من الشعر والحياة، ما أروعك تنهمرين فوق القصائد غيثا ووردا وسنابل من الحياة، دمت أميرة في الشعر والأدب ورايا للعطاء الإنساني، وألف مدينة من الأمل.